الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بمحافظة ظفار توقع اليوم اتفاقية تمويل منح دراسية بمبلغ وقدره 112,800 ريال عماني لعدد من الأيتام وأسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم من ذوي الدخل المحدود. ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الهجمات التي شهدتها عدن اليوم أسفرت عن مقتل 15 من قوات التحالف العربي والقوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي. حثت الهيئة العامة للكهرباء والمياه المواطنين المتزودين بالمياه من محطة الناقلات بالجرداء استخدام محطات الناقلات البديلة بالولاية إلى حين الانتهاء من تشغيل مصادر المياه البديلة المغذية للمحطة. اشتكى عدد من المواطنين في مخطط المعبيل المقابل للصناعية من وجود مخلفات الذبح بجوار منازلهم بعد عيد الأضحى الفائت، وذلك بسبب قيام عدد من بائعي الأغنام باستخدام المساحات المجاورة لمنازلهم في ذبح الأغنام.